يومي يومي عبد الرحمن وأحلام يومي عبد الرحمن وأحلام حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان وهناك أحلام لكي تصغي ناداها الشوق وناداني ويتابع أنس في شغفي ما أجمل قول العدنان كلمة صدقت أحرفها واختصرت كل الأزمان ينساب حديثك في قلبي عبقا برحيق الإيمان حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان يومية عبد الرحمن وأحلام يوسف أريد أن ألعب معك لعب الكرة ليس للبنات اذهبي والعبي بعروستك أريد اللعب بالكرة هل أنت مصممة على لعب الكرة؟ نعم حسناً أريدك أن تلتقط الكرة آه وجهي لن ألعب معك سأذهب للعب مع أنس أنس أريد أن ألعب معك أنت لا تجيدين تلك اللعبة اذهبي والعبي مع سارة سارة تساعد أمي في إعداد الطعام ويوسف ضرب الكرة في وجهي انظر ما هذا؟ طمئنيني ماذا حدث للكرة؟ أنا لا أمزح الآن هل ستجعلني ألعب معكم أم لا؟ أحلام أختي الصغيرة بالطبع بالطبع نعم؟ لا بالطبع لا هيا اخرجي من غرفتي حالا أنت أخ قاسٍ سأذهب لألعب مع سعيد هل تلعب معي يا سعيد؟ يا أحلام هل يعقل أن يلعب سعيد مع البنات؟ أنت ستلعب مع أختك الصغيرة وليس مع البنات يا أحلام أنت بنت لعبتك الوحيدة مع عروستك فقط وتساعدين أمي وسارة في أعمال المنزل أنت أخ لست حنوناً لا يهم المهم أني أخ لك أوضح لك حقيقة الأمور دائماً ولكن هذا لا يجعلك تجرؤين وتطلبين اللعب معي هيا اذهبي من هنا اخرجي يا صغيرة أختكم أحلام ليست في البيت هل بحثت عنها جيداً يا سارة؟ بحثت عنها في كل مكان داخل البيت ولم أجدها لماذا نبحث في الأسفل؟ أخبرني إذا أردت الاختباء أين ستختبئ؟ في الثلاجة خاصة إذا كنت سأختبئ لمدة طويلة لو كنت يا سعيد تفكر في العلم مثل ما تفكر في الطعام لكنت أصغر شخص يحصل على جائزة نوبل هل تجرؤ على الاختباء في هذا المكان؟ يا ترى أين ذهبت يا أحلام؟ أنا أحصل على بعض الطاقة لكي نكمل البحث أنا السبب فقد رفضت أن ألعب معها وعنفتها أنا أيضاً فعلت ذلك الآن تأكدت أننا نشبه بعضنا جداً آسف أنا الآخر فعلت مثلهم وعنفتها بسببكم هربت أحلام لأنها لم تجد الرحمة في قلوبكم لقد وصانا الله بالرحمة ألم تسمعوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لو كانوا سمعوا به ما فعلوا ذلك هم ليسوا أغبياء لهذه الدرجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم أسمعتم من لا يرحم لا يرحم أنا اشتقت لأحلام والله لو ظهرت سأعتذر لها
وأنا أيضا سألعب معها اليوم بأكمله، وأنا سأصالحها فورا. هيا انزلي يا أحلام. ماذا؟ أختي فوق الشجرة؟ لقد صنعنا فيكم هذا المقلب لتعرفوا قيمة أحلام. حتى أنت يا سارة تعلمت صنع المقالب. تعلمت منكم، ولكني لم أكذب وأخبرتكم صدقا أنها ليست في المنزل. ثانيا، مقلبي في الخير وليس مثل ما تفعلون. يا أحلام، لن نسيء معاملتك مرة أخرى، ولكن أخبريني، هل الحياة فوق الشجرة أفضل من الحياة أسفل الشجرة؟ في الرحلة كروز، بالرحلة نفوز، فلترحم غيرا يرحمك رب، ارحم وتسامح، اعفو وتصافح. في الرحلة كروز، بالرحلة نفوز، لا تغضب أحدا ولا تقسو عمدا، الراحم يرحم في الجنة منعم. في الرحلة كروز،